طبعا بعد عناء تدريب اليوم هذا الفيديو بنصوره لاخونا ابو غريب. اي نعم هو بفرنسا بس برضه احنا في البسطه يعني احنا في البسطه البسطه فرع فرنسا. اه عبد الله ايش بتقول؟ اهلا وسهلا يا عم ابو اسماعيل والشباب كلها مشتاقين لك ابو غريب. تمام كابتن موسى مشتاقين لك يا ريس. مشتاقين لك يا ريس. شكرا كابتن خالد. ريس ريس كابتن هاني. ريس عيش حياتك يا ريس. كيف ايش يعني دوله لدوله؟ ايوه كابتن ابو دوله ما تخليش حدا الا تروح عليه. تمام ابو عبد الله يعطيك العافيه ان شاء الله وتجي بالسلام ان شاء الله. ان شاء الله كابتن شادي بيتك بالسلامه يا ريس ان شاء الله. كابتن حسن تروح ترجع بالسلامه يا ريس. كابتن فايز ان شاء الله ابو غريب كابتننا ورئيسنا ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون يعني جوله خير على الجميع باذن الله تعالى. جميع بيهديك السلام وبتمنى يعني حاجه من تنتين يا تكون بيننا يا تاخذنا كلنا نكون عندك هناك ان شاء الله. ايوه الثاني احسن يا كابتن خالد. ها الثاني ايش؟ الثاني احسن. الله يعطيكم العافيه.